مرحبا بكم. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز اليوم بالقصر الرئاسي السيد سيديكي كابا وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، الذي يزور بلادنا حاليا مبعوثا خاصا من الرئيس السنغالي السيد ماكي سال. وأدلى الوزير السنغالي بعيد اللقاء بتصريح قال فيه إنه سعيد باستقباله من طرف رئيس الجمهورية الذي سلمه رسالة من أخيه السيد ماكي سال رئيس الجمهورية السنغالية، وتتعلق الرسالة بتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين. Je voudrais remercier monsieur le président de la République Mohamed Abdelaziz. أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس محمد ولي عبد العزيز الذي استقبلني بشكل أخوي وبحفاوة. كنت حاملا رسالة من رئيس الجمهورية السيد ماكي سال إلى أخيه وصديقه، وتتعلق هذه الرسالة بتطوير العلاقات بين السنغال وموريتانيا، البلدين الشقيقين بحكم الجغرافيا والتاريخ والدين والثقافة. ويسعى قائدا البلدين دائما إلى خلق تعاون قوي لصالح الشعبين في ظل إرادة صلبة لترقية فضاء مشترك للازدهار والنماء. وفي رده على سؤال للتلفزيون السنغالي حول ما إذا كان الحديث تطرق لقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، قال الوزير السنغالي إن الرئيس السنغالي طلب منه تجديد دعوته لأخيه وصديقه فخامة الرئيس محمد ولي عبد العزيز للمشاركة في منتدى السلم والأمن المقرر في داكار الشهر المقبل، وكذلك المشاركة في نفس الوقت في مراسم حفل تدشين مطار إنجاس الجديد في داكار في 7 من شهر دجنبر هذا العام. وأضاف الوزير السنغالي إنه طلب خلال اللقاء دعم موريتانيا لترشيح بلاده لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وقال إن رئيس الجمهورية أكد له على جميع المستويات على ضرورة العمل معا من أجل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها بصورة تمكن من بناء عمل مشترك يحفظ لأجيالنا القادمة قيم التصالح والسلم والوئام.